مدني علي مروين وهرين وحال كان ومهل نقيا هل ودين مدى حفيز كريز وزارها يقول ريان وزير دولة حفيز كريز وزارها فقيا جوكتا يسرى كل شكله وصو اغاسمي مناسبة دان قيمها بدن بمباح قولها وزير هذا وهالكود لقيد يهي دافرنان يدورشوي ولا ليال أسبوعي هوري واحد لو ريبتين حلال ليدين إجمالي وأنا إذن كوكو هم بليين يا مركالي مسؤولية دا قارن يا قبطين وحان رجين يا إنا دهور كشين شقاليه وزارة ده إذن كنا سلا جان قادين سيدا أن كدر يمي ميرا دورا وأن سو بوضي سيدا دوكتي وحا أنقلها الشعب كهرقية برنامج كا حكومة دايكو شقين دون طوائكو سرعيسان قرشها ورمارك قرنك السقالات إيه نتيجة دي كسو بحدي شراركي مدح دا قرنك يكو يشين سمريب دي مقدشو برنامج كا حكومة دا عاد قيب تكتيهين وحو أهمية دا كوبنسين يا قبسومي دا دورشو دالكا ما داما ودن كو غالي حل دورشو واللوب باهية هاي انسي ودجير أه aan waxa qeyjinno qabsoomida doorashada furan isla markaana aan hadacsanaan ku keenin hawlaha aan dawladda u qabareyno sida aan ka warhayno xilliyadan oo kale markii la soo gaaro waxay mas'uuliyiin badan ku mashquulaan doorashada iyo ololaheeda taas oo keenta gaab isku yimaada shaqooyinka iyo adeegyada ay dawladdu u hayso shacabka Soomaaliyeed haddaba si taa looga hortago waxa la idinka دنيا إن أتسي ميسامن وفلسان غورها إذن كغا آدن دورشو إنك إذن كو أقودن هاي مسؤوليين إيه واجبات كينا شاقو إيه كالة إيه أدوزارة ده هو حيسان أنا غو هالكا كان بغادة يا أيا وحام وزارة ده ويدين إن أي قرشو إذن قود كسو دح ساران قرش هولاد كا بقول كمالمود إيه سو سو دطاسو لغول حساب طبي دوانو وزارة كستا وحان ربا إن أنسي قارا هو أمانو دمان هلو دينا دا وزارة ده أورن تي شاقو بناكسان سو قبطي كنسو شقيه مرحلة دا أدك إسلا مر كان ميل في عنسيو قارسي يهوري إلو إغمضي يولي بسيدا لقصاها أه إي أي وصو دياريان هوليه أنوي ديني كنسو دياريان مدقابن هدي أنو سو لابتو مهمة بمبحة مانتا عن سوق نمت جدين كي سوق مهم سنو حيهم كو إن حبنا هقولها وزيرة لغو برادو جي حركة يا نظام كا أي قولها وزيرة كو شقيان كاس أو افتيمين يا مسؤولية دا وزيرات كا هب ماموس كشركة يا هنان كا قوان قادة شد قولها وزيرة دا لابو إنسي كوابن لسكولة فهمو قرشها سقالات ee horumarinta qaranka iyo doorka wasaarad walba ku leedahay saddex in la dhageysto soo bandhigga daraasad kooban oo arrimaha saldhig u ah barnaamijka xukuumadda gaar ahaan doorashooyinka amniga horumarka dhaqaalaha iyo bulshada afar in laga xajoodo la islaana qaato qorshaha shaqo ee boqolka maalmood ee xukuumadda shan إن وزيرده صحيحان ورقد أحدها وحقبت وزاده قبل أن قاد يعني فلين تقرشها هولها بقولك معلومات يا قصية لح وضمبين وحن بنبحان وفا إذا سنينا إن آن حوجينا حريرك وضع شقين تحفيز كريز وزارها ودوها سيادية ده قولها وزيرده إي وزارده وحن رجينا يا مددان كوبان لسيد حد ما نود إبن بحث سعودا إن قلها وزير هذا أو يعاون يان هالوضعين نادو إن أيوة دقر أديك عن سيدي وبرنامج إبن بحث كنا الله حامد أي كسو بحان قام وحتر له سرو قادة وحقبت كهي له دولة جب جبدي وحكوهم وينها إن بن بحان كسو بيح دونه وحقبت كبقر كمعلومات الحكومة دا أو دميسرن لا إسلام قاتل كاس أو كسر إنسان برنامجك حكومة ده برلمان كونسيلي
oo ay u muhiimsan yihiin doorashooyinka, dardargelinta federaaleynta, dib u eegista dastuurka iyo sugidda amniga. Wabillaahi towfiiq, aad u mahadsantahay.